ولا الواد الوكي الناس وغرفين دي. يا اخي ما الراجل هاته بيصلي يا اخي. يا اخي عشان انت عدل يومية حتزله يا احمد. ما تبطل اسلوبك دي يا اخي مع الناس. اسكت انت فهمش حاجي. صليت يا عبده. صليت يا حق احمد فيها. اما ليه اما لحكايتك معاني. ساعة صلاة وساعة تفطر وساعة تشرب شاي. اما الفين الوقت اللي هتحش فيه للبهايم يا اخي. يا حق احمد انت اشتريتني. يا حق احمد كل حاجة تستنى وكل حاجة تصبر. الا فرض ربنا حق احمد فيها امال. صليت انت؟ صليت والحمد لله. حرم ان يلا حش البهايم. جمعا ان شاء الله. وانا مش شغال عندك يا حق احمد عشان انت راجل كل شيء شغال تزل فيه. ايه امال يا راجل؟ اتقي ربنا يا راجل. اما ليه تعلي صوتك عليا؟ ايه امال حكايتك معايا؟ بس يا احمد ايدك كده عشان الناس احمد عيب عليها. حق احمد اللي بيني وبينك شغل تمام وانا مش شغال عندك. هات كده حق الثلاث يوميات اللي ليه عندها. طب اتوكل على الله مالكش حاجه عندي. وابقى شوف مين كبيرك ويجي يكلمني وياخذ حق الثلاث يوميات مني. روح. يعني انت هتاكل حق الثلاث يوميات يعني؟ اكلتك. حسبنا الله ونعم الوكيل. وانا مش مسامح فيهم واللي هتعمله فيها هترد فيك. طيب روح. يا اخي عيبك اللي انت عملته دي. الرجل دخلنا عليه لقينا بيصلي. اذنب. يا بسكت انت. ده انا عايز اتعد يوميات وبس. عايز اتعد يوميات وبس. والله العظيم الراجل احسن منه ومنا. على الاقل بيصلي. لكن انت طالق دقنك مش بتصلي. روح روح من اللي في الشيخ انت.